يا جماعه يا جماعة أنا شفت فيديو دلوقتي لسه محدش شافه مع الأستاذ فايق جرادة رئيس التلفزيون الفلسطيني. مئات الأطفال ماتوا في غارة جوية على مستشفى في فلسطين دلوقتي في مستشفى الأهل حالا دلوقتي. مئات الأطفال الرضع نايمين على الارض. بقول له الناس شافت ده؟ قال لي لسه ده جاي لي حالا دلوقتي. الكلاب بيلعبونا بورق مكشوف من اول يوم حصل فيه الموضوع ده وانا عارف نهايته. انتظر الفتره الجايه مصر هي اللي هتبقى ضد حقوق الانسان. وانتوا فاهمين يعني ايه لما هيجيبوا كل الاخوه اللي في فلسطين على الحدود على المعبر المصري ويقول لك مصر مش عايزه تدخلهم، وساعتها يبقى مصر هي المجرمه، هي اللي ضد الانسانيه اللي في الوقت اللي كل الكلاب زعماء الغرب بيتباروا عشان يقدموا الدعم للكلاب الصهاينة. وبكرة انا اؤكد لكم ان العربيات الدعم هتدخل، لان الباشا الكبير هيكون موجود ويقول لك هو اللي حل، هو اللي دخل المساعدات. عنده زهايمر يا عم بايدن ده بيتباروا، رايحين نقول لهم ناقصكوا ايه نعمله لكم؟ ناقصكوا ايه يا اولاد الوسخه نعمله لكم؟ قتلانا في الجنه وقتلاهم في النار. يمين شمال تصم اسرائيل، يمين شمال تصم اسرائيل، يمين شمال اسرائيل. خلي بالكوا احنا بنصور على الهوا طبعا. احنا اخر حاجه كل واحد دي المفارقه العجيبه ان اخر حاجه كنا نتخيلها ان احنا نقف ونصفهم.